مشاهدي قناة القلم الفضائية، عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بالخط الأحمر. حبيت نحكي الليلة على الحملة الإشهارية الحلوة اللي قاعدين نشوفوا فيها، سواء في وسائل الإعلام وإلا في الشوارع وإلا في مواقع التواصل الاجتماعي. الحملة هذه عنوانها تونس التسامح، مختلفين ومش متخالفين. الحملة هذه فيها دعوة أعتقد أنه الشعب التونسي مستحق لها، مش باش يتبدل أما باش ما ينساش أصله وطبيعته اللي هو متسامح مع غيره. ولاحظوا أني قلت مع غيره مش مع اللي ظلمه، باش ما يتفهمش كلامي في سياق آخر غير اللي نقصده. وقت اللي صارت الثورة ولسانات اتطلقت بعد قمع دام أكثر من 50 سنة، كثرت رسائل العدوانية والكره والتنكيل اللفظي بالناس اللي ما يخموش كيفنا وإلا ما يقاسموناش نفس النظرة للدين والسياسة والمجتمع. وحسينا أنه منسوب الكراهية ارتفع بين أبناء المجتمع الواحد واللي كانوا عايشين مع بعضهم، بل أكثر من هكا كانوا متضامنين مع بعضهم رغم اختلافهم في وقت الدكتاتورية، الشيء اللي خلينا نسمع اليوم شكون يحن لأيامات القمع والاستبداد ويترحم عليها. وصل شكون يقول اللي احنا ما نسحقوش الحرية، وأن الحرية المبكرة هذه كالولادة المبكرة، الجنين متاعها يا يعيش ناقص يا يتولد ميت. وهذا كله كلام فارغ ومش صحيح، لأنه تونس قبل الثورة كانت جسد محنط مخدر مجمد، واليوم وليت فيه روح ويتحرك وينجح ويغلط، يجري ويطيح، يضحك ويتوجع، والضربة في اللحمة الحية ديما توجع. اليوم تونس مريضة صحيح، أما قاعدة تتعالج وقاعدة تداوي في روحها، والخوضة اللي نعيش فيها عادية، ثم جراثيم قاعدة تتكاثر، وثم مضادات حيوية، وثم جهاز مناعة قاعد يخدم ويحب ينتصر. والأمل في أن تونس يجيها نهار وتتعافى، واللي صار ويصير يولي جزء من التاريخ ويرجع حديث، ويجي نهار ونشوفوا تونس وين نتمناه ويتمناه واللي يحبوها ويغيروا عليها إنها تكون. يعاد بعد هذا الكل معقول نقولوا ونتمناه لو كان ترجع تونس لغيبوبتها وعجزها وقاعة الأنعاش متاعها، ونقولوا والله هكا خير وأرتحلنا وأرتحلها. نرجع للحملة الإعلانية مختلفين ومش متخالفين اللي كان عندها من جملة هالحملة مقطع مصور فيه رسالة حلوة ودعوة للتسامح والقبول بعضنا بكل اختلافاتنا. صحيح هي الفكرة تعملت قبل للبرة، ولكن حتى تقليدها وإضفاء الطابع التونسي عليها أعتقد أنه ما ينقصش من قيمتها، والمهم الرسالة توصل وتمس القلب. خلينا نشاهدوا مع بعضنا هالشارة الإعلانية لتونس التسامح مختلفين ومش متخالفين، ونمشي وبعدها باش نعلقوا على عنوان صحفي أثار الكثير من الحبر الإلكتروني، الأخبار هذا اللي نشرته جريدة الشروق واللي تناشد فيه سي رشيد عمار البقاء بصوت كل التوانسة. ونختم كالعادة حلقتنا فقرة الزابينج، وتوا نخليكم مع هالمقطع المصور مختلفين ومش متخالفين. تفضل سي أنور.
إذن كما أعلنت منذ قليل، محور التعليق على عناوين الصحافة لليوم مش يكون مع جريدة الشروق اللي نشرت ملف كامل خذا الحيز الأكبر في صفحتها الأولى، وهو بعنوان رشيد عمار ينسحب كبيرا والتونسيون بصوت واحد نسألك البقاء. باهي، أنا هنا منيش ماشي ندخل برشا في مضمون الملف اللي عملته جريدة الشروق على أثر تصريحات الجنرال رشيد عمار، لأنه من شيرة من نفخته باين عشاه، ومن شيرة أخرى موضوع سيرشيد وما يختفي وراء استقالته كنا حكينا عليه في الحلقة اللي فاتت، وما زال الجدل في المسألة هذه متواصل وما هوش ماشي يقف لين نشوفوا شنو اللي ماشي يعمل الجنرال رشيد عمار في الأيام الجاية. بقينا لأثار قطاع واسع من الناس والإعلاميين هي نغمة المناشدة والدعوة للبقاء ومواصلة المشوار اللي أطلقتها جريدة الشروق، وزادت الطين بلة كي قالت التونسيون بصوت واحد. تقولش هي جريدة الشروق عملت استفتاء وإلا دارت على التواسى الكل دار دار بيت بيت زنقة زنقة واخذت رأيهم في المسألة هذه، وإلا أعطوها تصريح على الشرف باش تتكلم بصوت التوانسة الكل وتقرق وتلحلح بصير رشيد عمار باش يزيد يقعد شوية وما يستقيلش. وكأنها نسيت أو تنسيت أنه نسبة هامة من الشعب الكريم فد وروحه طلعت من حكاية هالمناشدات والتوسلات السيد لسياد وحامي الحماة والدين ومنقذ البلاد اللي عندنا 50 سنة وأحنا نسمع فيها. المشكل مش في سير رشيد عمار اللي نجم ينفع البلاد ونجم يكون عنده 100 شيطان في جيبه، ولكن المشكلة في العقلية وفي عقلية بعض الصحفيين اللي في أول اختبار حقيقي طاحوا في المنداف أو طيحوهم الله أعلم، لكن ثابت كونهم أخطأوا الرسالة وأخطأوا العنوان، ويمكن وقعوا في الخطأ هذا بسبب سوء في التقدير واعتقدوا أنه التفاف الشعب حول الجيش التونسي وحبه ليه يسمح لهم باش يقدموا الرسالة هذه وهم مطمئنين. ولكن ما هنا نساو حاجة مهمة برشا، انه عمره ما كان الجيش التونسي هو رشيد عمار. نسبة كبيرة من الشعب التونسي تحب هيك الجندي اللي قاعد يخدم وما يعلم بحاله كان ربي على الحدود وفي الجبال في سخانة الصيف وفي برد الشتاء، ولا يهمه شكون على الكرسي ولا شكون اللي عليه يبكي، وما يعرف كان يخدم تونس بعبادها وترابها وحشيشها وريشها، ولا نشوفوه في التلفزة وقليل زادة وين تحكي عليه التلفزة. نسبة كبيرة من الشعب التونسي تحب هيك الجندي الزوالي اللي ما تسمعه حتى نهار يشكر في روحه، وحتى كي تحكي معاه يقول لك هيك واجبي، واللي يمس تونس بشعره ناكله بسناني. وقداش قدم الجيش التونسي من شهيد في سبيل هالبلاد وما زال يقدم، والنهار سمعنا منها مش كوني من ولا شكون يتفخر. الصحافة نحبوها سلطة رابعة تنقد وتنتقد وتوجه وتوصل صوت اللي ما عندوش صوت، وتاقف مع مصلحة البلاد وتكون أرقى من مصالح الأحزاب والأفراد. التونسي يحب يشوف صحافة يرى فيها وجهه وحقيقته، مش تصور أعدائه وحكايات فارغة ما عندها حتى علاقة بواقعه. نسألك البقاء قالتها الصحافة قبل البن علي، وقال له الشعب وقتها نسألك الرحيلة. وإذا بيه نلقاو شكون اليوم ما فهمش شيء من الدرس اللي فات وما زال يعاود في نفس الأغلاط، وهو الحر من همزة. وإن شاء الله يجي نهار بالحق ونلقاو صحافتنا حرة تعلي البلاد وتعلى مش تزيد في البلا علة. قالوا نسألك البقاء، قالوا نسألك الرحيلة، وإن شاء الله نكونوا فهمنا بعضنا. وتوا خليونا يا سيدي نبدلوا الأجواء شوية ونتفرجوا على فقرة الزابينج لحلقتنا الليلة، نتفرجوا عليها مع بعضنا ونختموا حلقتنا. نسير مذرتي ما كنتش تعمل في السياسة، ما كنتش ملتزم سياسيا يعني، علاش تلصق في روحك في واحد رئيس شعبة كان يقود ليلا نهارا ويعمل في التقارير بجيرانه وتدافع عليه وتقول أنا الديمقراطية والانتقال الديمقراطي باش يتضرر كيف لين إكس ما نعرفش فنه معتمدية اللي كان في التقارير يوميا نهار وليل ويقود بالناس ويدخل فيهم في الحبس باش تتضرر الانتقال الديمقراطي جرة شيء ذي. الله 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 يا عبد الله، الله الله يا عبد الله.
والنجوم هذه اللي أصبحت نجوماً الآن تتحدث وتعمل في الندوات الصحفية وتهدد في الصحفيين وتتكلم، هذه لولا وسائل الإعلام ساعة أو الحاجة اللي توري فيهم وتمرر فيهم في وسائل الإعلام ورابطة حماية الثورة اليوم اللي عملوا المظاهرة والأصبح عندهم أيضاً نجوم بعد ما كانوا في المدارس الكرة نجوم اللي يعملوا في الجو في مدارس الكرة أصبحوا نجوماً في الواحد سببها مراو الإعلام اللي عدي فيهم. ونوفل الورتاني أول واحد فيهم مراتب. ونوفل الورتاني أول واحد فيهم مراتب. ده غلبة. وإلى الشرق الأوسط التي ذكرت أن الطفل الإندونيسي الذي يدخن 40 سيجارة في اليوم وإلى الشرق الأوسط التي ذكرت أن الطفل الإندونيسي الذي يدخن 40 سيجارة في اليوم. بل إن المستهدف الأول من هذا المشروع الفضيحة هو رئيس نداء تونس الأستاذ الباجي قايد السبسي. نشرنا به جدا. فإن كان هو المبتغى والمنى فأقول لكم إنكم مخطئون فيما أنتم عازمون، فالأستاذ السبسي سيبقى رئيسا في قلوب التونسيين. فيما أنتم عازمون فالأستاذ السبسي سيبقى رئيسا في قلوب التونسيين. هيعيط من الإيمان والتقوى. يا سلام على التقوى. لازم نقولها بصراحة، اليوم الناس متحيرين على مستقبل تونس، على مستقبل البلاد. راي ثم الصومال، راي ثم تمرد، راي ثم كذا، راي الوضع الاقتصادي، راه ما فماش استعلامات، راه ما فماش معناها استعلامات، راه هكا، راه بالصدفة راي البلاد معاه الأولياء الصالحين راي مشات، راي البلاد معاه الأولياء الصالحين راي مشات. شال رجال الكاف، شال سيد الميزوني معاك. والسلام عليكم ورحمة. هكا كونوا كملنا حلقتنا الليلة، نتلقاو بإذن الله بداية الأسبوع المقبل. وتو ما بقالي كان أني نتمنى لكم مشاهدة طيبة مع بقية برامجنا. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.